كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني أيام عيد الأضحى المبارك أو عيد الفتة، وبما إن ده برنامج لك يا سيدتي فأكيد لازم النهاردة نتكلم عن طريقة اختيار أفضل حتة لحمة يتعمل بيها أحسن طبق فتة. ورقة وقلم بقى معايا يا ست الكل. السلام عليكم. اولا لو حد نباتي يا ريت تقفل الفيديو وما تكملش، لان غالبا هنتكلم النهارده في كلام قبيح بالنسبه لك. اللحوم الحمراء من اهم المواد الغذائيه لانها طبعا مصدر للبروتين والاملاح والمعادن، خصوصا الحديد اللي بينقل الاكسجين للخلايا عشان تقدر انها تتنفس، واللي بيبقى موجود في اسهل صوره الجسم بيقدر ان هو يمتصها في اللحوم الحمراء. بس للاسف انا النهارده مش جاي اتكلم عن فوائد اللحمه، انا جاي اتكلم عن طريقه اختيار حته اللحمه المثاليه وجسمي محتاج منها قد ايه بالظبط. اولا عشان اروح للجزار واشتري منه حته لحمه لازم اخد بالي من 3 نقط مهمه: لون اللحمه، ملمسها، وريحتها. بالنسبه للون اللحمه فالطبيعي ان اللحمه يكون لونها مايل للون الاحمر الوردي. بالنسبه بقى للون الاحمر الغامق ده فده بيدل ان اللحمه بقى لها كتير مذبوحه ومش طازه. الحاجه المسؤوله عن لون اللحمه بروتين اسمه المايوجلوبين، والمايوجلوبين ده جواه ذره حديد. ذره الحديد دي هي اللي بتشبك في الاكسجين وبتوديه للخلايا العضليه عشان تقدر انها تتنفس. الحديد لما بيتاكسد بيحصل له ايه؟ بيصدي، ولما بيصدي لونه بيتحول للون الاحمر الغامق. معنى كده ان اللحمه لو اتذبحت وقعدت في الهواء فترات طويله الحديد اللي جوه المايوجلوبين هيبدا ان هو يتاكسد ولونه يتحول للون الاحمر الغامق، وبالتالي كل ما اللحمه بقى لونها احمر غامق ده بيدل انها ما عادتش طازه. اما بقى بالنسبه لملمس اللحمه فاللحمه الفريش ملمسها بيكون طري لكنه مش مهترئ. اللحمه الطريه بزياده ده غالبا بيكون نما عليها بكتيريا، والبكتيريا دي بدات ان هي تحلل انسجتها، وبالتالي لو مسكت حته لحمه وضغطت عليها بايدك وايدك علمت مكانها جامد ده بيدل ان اللحمه بقى لها فتره مذبوحه ومش طازه. لكن بقى اسهل حاجه تقدر تكشف بيها عن اللحمه هي الريحه. اي حاجه ريحتها مش كويسه معناها انها معفنه، وبالتالي لو اللحمه ريحتها مش طبيعيه او منفره ده بيدل ان اللحمه بقى لها فتره مذبوحه ونمت عليها بكتيريا وبدات ان هي تحللها. طيب انا كده اخترت حته لحمه كويسه، ازاي بقى اختار حته لحمه مناسبه للحاجه اللي انا هطبخها؟ برضو موضوع سهل جدا. انت لما بتحرك عضلاتك كتير ايه اللي بيحصل لها؟ بتكبر وتنشف. العجل برضو بيحصل له كده. المناطق اللي موجوده جوه العجل وبتتعرض لحركه كتير زي الفخاد والرجلين والكتاف اللحمه بتاعتها بتبقى كبيره وبتبقى ناشفه، وبالتالي لو هتاخدها لازم يا اما تسلقها يا اما تعملها طواجن. لكن المناطق المنتخه اللي ما بيبقاش فيها حركه كتير زي الظهر والبطن والضلوع، المناطق دي بتبقى لحمتها طريه وجواها دهون كتير، وبالتالي يفضل انها تتشوي او يتعمل منها كفت او يتعمل منها استيكات. انت كده اخترت حته اللحمه كويسه، واخترت كمان حته اللحمه المناسبه للاكل اللي انت هتعملها، وقررت انك تطبخها. يا ترى تغسلها ولا ما تغسلهاش؟ اولا هو عادي جدا انك ما تغسلهاش، لكن بالنسبه لنا بفضل انك تغسلها. لو انت متاكد ان اللحمه طازه والجزار ادواته نظيفه فعادي جدا ممكن ما تغسلهاش، لكن لو انت مش متاكد من الكلام ده فعادي برضه ممكن ما تغسلهاش. اشهر بكتيريا ضاره بتنمو على اللحوم هي السالمونيلا والكلوستريديوم، ولسوء الحظ ان الاثنين بيموتوا، لكن لحسن الحظ ان الاثنين بيموتوا عند درجه حراره 70 درجه، وبالتالي لو نوعين البكتيريا دول موجودين على اللحمه فطهيها لوحده كفيل بابادتهم. لكن في حاجه مهمه، الجراثيم بتاع البكتيريا دي محتاجه درجه حراره عاليه عشان تموت، تقريبا 120 درجه مئويه، والجراثيم دي هي البيض بتاع البكتيريا اللي لو لقى وسط مناسب هيكبر وينمو ويكون بكتيريا عادي جدا. وعشان توصل لدرجات الحراره دي فانت محتاج تستخدم حله للضغط وما ينفعش تستخدم الحله العاديه، وعشان كده انا بفضل ان اللحمه تتغسل قبل ما تتطبخ. طب غسلها نفسه بقى مضر في ايه؟ المشكله مش في الغسيل نفسه، المشكله في الطرطشه اللي بتنقل البكتيريا لاماكن ثانيه في المطبخ ممكن يكون فيها مواد غذائيه زي الخضروات والفاكهه، والحاجات دي كلها ما بتحتاجش نار عشان تستوى، وبالتالي البكتيريا هتفضل عليها ومش هتموت. لكن لو انت هتغسل اللحوم في الحوض بعيدا عن اي مواد غذائيه تانية وهتقلل الطرطشه بقدر الامكان فتوكل على الله واغسلها. طيب انت كده غسلتها، تتبلها بقى. تبل اللحمه زي ما انت عايز، لكن الحاجه المهمه انك ما تحطش ملح على التتبيله، لان الملح هيسحب الميه وبعض المواد الغذائيه من الخلايا بتاعت اللحمه بجانب انه هيخليها تشد معاك وما تستويش بسهوله، فعايز تتبل ما تحطش ملح. طيب انت مش هتتبل ولا هتطبخ اصلا وقررت انك تاخد اللحمه دي وتحفظها، عادي جدا خد اللحمه وحطها في الفريزر،
المشكلة مش في تجميد اللحمة، المشكلة في فكها. الخلايا العضلية جواها مية، والمية دي لما بتتجمد حجمها بيكبر، عشان كده لما بتحط ازاز مية في الفريزر ما بتمنهاش بالكامل، والا الازاز ده هتتكسر. ده غير ان المية نفسها لما بتتجمد بتكون كريستالات ابرية، حاجة كده زي ما تكون دايرة محاطة بالرماح من كل جانب. الابر او الرماح دي بتخترق جدران الخلايا العضلية وبتفرتكها وبتخرج محتواها لبره، عشان كده انت لما بتسيب اللحمة تفك بعد ما بتطلع من الفريزر بتلاقيها انها صفت سايل لون احمر، انت بتعتقد ان هو دم، لكن للاسف ده مش دم، دي مواد غذائيه كانت موجوده جوه الخلايا العضليه بتاعه اللحمه، ولما اتصفت انت خسرتها. والكلام ده بيبقى في اشد حالاته لما بتفكر انك تفك اللحمه تحت ميه سخنه او تحت الميه الجاريه، انت بتبقى عمال تخسر مواد غذائيه من اللي موجوده في اللحمه. طب ايه الحل؟ الحل يا سيدي يا اما تاخد اللحمه مجمده مباشره وتطبخها، وده هيخليها تاخد وقت اطول في السوى، او انك تحطها تحت في الثلاجه لحد ما تفك، وده هياخد وقت اطول من الوقت اللي فات. ولو حطيتها في التلاجة لازم تاخد بالك دايما ان درجة حرارة اللحمة ما تعلاش عن صفر، يعني التلج يسيح وهو درجة حرارته لسه صفر، او بمعنى علمي بشكل اكبر ان التلج يفقد حرارته الكامنة لكنه ما يفقدش اي درجة حرارة محسوسة. الحمد لله فكنا اللحمة، فاضل بس اننا نطبخها. وطبيخ اللحمة يا اما مسلوق يا اما مشوي يا اما محمر، الافضل للصحة بلا شك هو السلق، لكن لو قررت انك تشوي او تحمر لازم تعرف ان تعريض اللحمة لدرجات حرارة عالية او للنار المباشرة بيكون مركبات مسرطنة زي البوليسايكليك اروماتيك هيدروكاربونز والهيتيروسايكليك امينز والاكرولين، وبالتالي كتر اللحمة المشوية او المحمرة على المدى الطويل بيسبب سرطانات. وبالتالي السؤال اللي لازم يظهر، ايه هي الكمية المناسبة ليا في الاكل؟ ده يا سيدي بيعتمد على وزنك وكتلتك العضلية. انت بتحتاج تقريبا 8/10 جرام لكل كيلو جرام من جسمك، يعني لو انت في حدود 70 كيلو جرام فانت محتاج يوميا 60 جرام لحمة، وعشان بقى ما توزنش وتحسب وتتعب روحك فانت محتاج تقريبا حتة لحمة قد اللي موجودة في بطن ايدك، والكمية دي مسموح انها تزيد شوية لو انت قررت انك تاكل اللحمة مسلوقة. لكن خلي بالك دايما ان كتر اللحمة مش كويس، لانها بجانب انها بتسبب السرطانات ممكن انها ترفع لك نسبة الكوليسترول، ممكن ان هي تسبب لك النقرس، وبالتالي الاعتدال كويس. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. سلام.